السلام عليكم خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم دائما جمالدي من دبي، يحييكم. تواصلوا دائما في السلسله الجديده تاع هذه تجربتي. كل يوم كل حلقه فيها ضيف جديد وفيها وظيفه جديده نتكلموا عليها. حلقه اليوم فيها ضيف خاص، يعني كي نشوفه هنجوع. تابعونا راح تعرفوا مين. معنا اخويا عثمان، واحد من اخراج الجاليه الجزائري، مقيمه بدبي، واحد من الناس القدامى هنايا، عنده تقريبا 4 سنين معنا. خويا عثمان. خويا جمال، شكرا على الاستضافه ديالك الكريمه. مرحبا بكم خوتي. فوالا، جابني سبيسيال مول بلاصه وين نخدم، هي غير هنا. فوالا، معكم عثمان بومرداس، 25 نخدموا لا كويزين، كما نقولوا لا كويزين غاسترونومي، طبخ العصري. فوالا، اكسبيريونس دو 3 في الامارات و 5 في الجزائر. ما شاء الله، الله يسلمك خويا جمال. حكينا بالعربيه صاحبي، الفرنسيه كاين الناس راهم يتابعونا ما يعرفوش فرنسيه. خويا عثمان، اعطينا نبدا موجزه على المطبخ او الطبخ في الامارات بصفه عامه. خويا جمال، انا المطابخ انا في دبي، دبي معروفه هي ستامبي انترناسيونال، فهمني، توريستيك. فوالا، فيها كامل المطاعم، يعني كل انواع المطبخ، ايطاليان، فرنش، يعني انت تشاينيز، كاع لي كويزين تلقاهم هنا، فهمني. وكاين ثاني كاين الغاسترونومي، وكاين السامبل، كاين العربي، كاين يعني كامل. أي نوع تقدر تتخيله كاين هنا في كاين هنا اللوبيا، وكاين اللوبيا نروحو المارينو هنا والله. هادي اللوبيا كامل تمشتاش. ننتقلوا للحاجة المهمة واللي كامل الناس يستنوا فيها، كيفاش لقيت خدمة؟ يعني كيفاش انت عندما جيت، كيفاش بديت مشوار او الرحلة تاعك في البحث عن عمل في هذا المجال الطبخ؟ في المجال، انا جيت خويا جمال من الجزائر، عندي قريت في الجزائر ديبلوم تاعي ايطاتيك عند الدولة، طباخ كوليكتيف. اوكي، فوالا. خدمت شوية في الجزائر، خدمت في بلايس بزاف في الجزائر، في الولايات بزاف ثاني، تعلمنا شويه فوالا. ايا كي جيت انا الامارات، بديت في الطبخ العربي في مارينا، لقيت شويه صعوبات، يعني مي كل شيء يعني مكتوب ربي كما نقولوا خدمه. وبديت انا في اعمار، بديت في اعمار وكملنا. هي كيفاش لقيت خدمه؟ هي هنا في دبي كاين دي سيت كيما انديد، كاين دبي زيل، كاين بزاف لي سيت، يعني في لوكي جولف، كاين بزاف، يعني ميم سور فيسبوك كان دي باج تاع الهوسبيتاليتي، تقدم عليهم بار سي في، دير سي في شباب، والسي في لازم ديرو بروفيسيونيل اون انجلي، السي في تاعك ايوا تقدمو ان شاء الله، ان شاء الله تلقى، ان شاء الله تلقى وتقدم بيدك ثاني، تبرنتي لي سي في فوالا، دير ان سي في شباب اون انجلي، الاكسبيرينس تاعك، ومن ما مشيت تكذب شويه عادي، المهم دير شباب. أيوه. كامل الناس يكذبوا عليك. خسر عليك، قال لك خدمت في كاش اوتيل، بصح لازم ديروا، لازم ديروا اندرو يكون معروف، ما مشي يقلب عليها انا سور جوجل ولا سور انترنت يلقاه، يعني شغل كاين منه هذا، معليش ما مشي ما خدمت معليش. ايوا تقدم بيدك، لازم تتعب باش تلقى، فوالا تقدم بيدك، تشوف بار انترنت، تحوس تسقسي ناس، فوالا زعما تلقى واحد جزائري عادي يحوس على خدمه ونافيغي. هذه واحد يروح مثلا كيما تروح نقول ما يريحش برك، تروح للزوتيل ولا المطاعم. انا كنت على ربي ان شاء الله، انا كنت نخدم في خدمه خويا جمال في الليل، وصباح نحوس ثاني، نقدم بيدي، نشوف لي كونتاكت مع اصحابي وكذا. اكيد الواحد لازم يسعى خويا. وهي هنا في الامارات ولا بدات تخدم هنا، تعرف ناس وتعرف البلاد كيفاش تدور وكيفاش تمشي، من بعد تجيك سهله، ما مشيت بغيت تبدل عادي، يعني تبان لك سهله. ولازم لك لونجلي حاجه الاولى، ولازم لونجلي، لازم تكون تعرف لي برودكت بلونجلي، تعرف الفروت والفيجيتابل والحاجات هذه، لازم تكون تسرح من بعد مع الخدمه، تسرح كي تدخل في اللعبه، تولي على الاقل تكون عندك كيم باز. باه كي تجي كومونيكاسيون، كيفاش تفتح ان سوجي مع واحد، دير كي دير انترفيو هنايا وغادي يسقسوا فيك على البرودكت هادو، كيفاش دير كلش، تكون ديجا تعرفهم شويه، واش من الماكله تعرف، واش من لي بلا، ميم سي ما تكونش تعرف بيان لونجلي، وعندك في يدك وعندك في راسك، تبين بلي سافا راك، يعني راك تبوجي ومن عادي، يعني ماشي زعما. باسكو انا كي تبدا في دبي هنايا، كي تبدا تخدم، ما كاش اللي جا هنايا خدم بسالار كبير ديريكت، لازم شغل تبدا تتعلم قبل،
ويكون عندك اكسبيرينس في البلاد وما تولي انت تخيل خدمات كل واحد والدومين تاعو ثاني. خويا عثمان نسالك على الانترفيو النهار اللي جوزت انترفيو، يعني كيفاش كانوا الاسئله تاع الانترفيو بالنسبه للمهنه الطباخ؟ يعني انت كطباخ رحت دير انترفيو، شمل الاسئله اللي طرحوهم لك؟ اوكي خويا جمال، انا كي جيت انا جديد هنا لدبي بديت نخدم في مارينا، شغل كاين دي ريستور انا ما يديرلكش اقامه ولا شغل يبقى يقول لك ابري ابري. اي عيطوا لي واحد لوتيل، عيطوا لي روف هوتيل، عيطوا لي بعثوا لي ايميل فوالا، قالوا لي فوالا روح وكاع. من قبل ما نجي هذا الريستور فهمتني، ومن بعد شغل ما فهمتش الايميل لونغ اللي كنت ناقصه كاع. هي نعيط لها عندي الايميل كلش فوالا الانترفيو كلش شغل هذه الصباح تفيق من الوطار ابري كي تعرف لونجلي. ايا تقول لي نهضر معاها تقول لي شكون وكاع، انا ما نعرفش وين بريزونتي روحي وكاع فهمتني. ايا تقول لي كول يو باك، بعد نعاود لك شغل يجي المناجر ولا تلقى مشغول بزاف عنده بزاف صوالح يخدم. ايا ما غادي يقول لكم باك. انا واش درت لها خويا جمال، كي كنت نخدم في هذاك الريستور كنت نصور وفي الايميل تاعها عندها نيميرو تاعها شغل بيرسونال نمبر. اي كنت نخدم ونصور نبعث لها في البريفيو فوالا نقول لها فوالا از ماي جوب كذا. اي كان معايا واحد يعقوب صاحبي وفي قطر الله يذكره بالخير، هو اللي تكست معاها فوالا دبر لي معاها انترفيو تما، هو اللي قاعد يبعث لها الزهره قال لي قول غير ايه. اي ايه هاك فاهم، هذه المشكله تاع الجماعه اللي ما يعرفش لونجلي صعبه شويه، تلاقي خدمه تلقى خدمه يبعث لك ايميل وصافي ما تعرفش واش فيها حياتك كيف وانت ما بالكش. اي كنت نعرف شويه، انا ما نقولكش ما نعرفش كاع، واحد 5% ولا 3% تاع لونجلي هذيك تاع جود مورنينغ تاع كاع هذه جداتي تعرفها هذيك. اي من بعد ما ذاك انا خويا جمال رحت للوتيل سي بو لقينا الانترفيو مع الاكزيكيتيف شيف، جاب لي الانترفيو فوالا فيكسنا لا دات الساعه كدا رحت. هيا كي رحت خويا جمال لقيت واحد شاف الاكزيكيتيف اللي كانوا ما جا هندي يعرف يهدر بالعقل وكاع امريكان الزهر راح نتوفى. هيا خويا جمال هدرت معاه انا هو هذا الطباخ شيف الاكزيكيتيف المسؤول، يعني المسؤول هو اللي يعني الانشارج على الفرع كامل ماشي على الفرع واحد، على كاع الفروع تاع لي زوتيل يعني عارف واش كاين. كان يخدم انا في فيدا هوتيل يعني عارف واش كاين، يعني ماشي تكذب عليه. بوش قال لي، قال لي دير لي ستارتر، قال لي سكرامبل اك بيض. انا ما كنتش معنا ما فهمت والو خويا، يعني الاكسنت ما فهمت والو هذاك الوقت اربع سنين ولا شحال سنين ونص. ايا كاين واحد السوري ربي يذكره بالخير ستان باستري شاف الله يبارك، انسان ما شاء الله فهمتني. ايا هو اللي فهم لي ترجم لي قال لي فوالا، قال لك دير هذه دير هذه دير هذه ودخل معايا يوري لي فوالا فوالا ستايل تاعنا كيف هكذا حاجه اللي تعجبه باسكو هو قديم في البلاصه. ايا خويا جمال درت له قدام هناك لا شويه، قال لي اوكي اوكي سي بون، هضر معاه قال لي شحال السالير وكذا، عجبو عجبو ما عجبوش قول له يروح. لا 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 ماشي، قال لي هذا هو هذا هو الرول، يعني هذا هو القانون تاعنا لوتيل، واش يعطيك هذا واش يعطيك هذا واش يعطيك. انا ومن بعد كاين واحد تما يخدم جزائري تما خلو اسمه الله يعطيه الصحه يعني هو اللي بعث له كي كنت في الجزائر، هو اللي بعث لي السي في، حط لي السي في تما في روم. في روم عارفه هذا تعرفوا في جزائر بالخير، يعني باش ما نزعفوش انسان هذاك خويا الكبير، يعني في قلبي خويا الكبير. ايا هو اللي قلت لك شاف هذاك اكسيب ثاني سي بو، خدمت 6 شهور 7 شهور بديت نهضر لونجلي بصح. خلينا في الانترفيو خويا، هو قال لك ما سقساش على حاجه بيرسونيل ولا قال لك لا لا هو شافني كيفاش كنت نخدم، شافك بلي تبوجي ومن انسان خفيف وكيفاش كنت تقطع، او شافك بلي تعرف تقطع بالموس ونقي، هذاك هو الصح هذاك هو الصح باسكو لا فيو تاعو يشوف البيزك، باسكو البوزيشن تاعك يعني المرتبه تاعك في الخدمه ما راحش ماهيش مرتبه كبيره، تدخل جديد يعني تدخل كومان كومي هذه هي وهذه هي، يعني كل شيء مكتوب ربي، يعني كما نقولوا كل شيء مكتوب ربي، ربي كتب لي خدمه تما وهذه هي. يعني الاساس الاساس في هذه هو ان هو لونجلي هو لازم طيب له هذا ما كان كما اللي شاف خويا، يفو با تكون زعما نقولوا بلو بروفيسيونال في الكوزينه اللي كنت فيها، باسكو دوكا الكوزينه اللي فيها لازم تكون تعرف لونجلي 100%، يعني لازم تكون تفهم واش هو يقول، باسكو كاين خويا جمال كيما انا نخدم في البلاصه هذه، البلاصه يعني يجوا فيها غير الناس اللي ريتش، يعني مش ما يجيكش واحد كيما حالتنا هكا يعني فهمتني، يجيك لي ريتش كاين يقول لك عندي باينتس اليرجيك، عندي
عندي كاين لي زالرجي بزاف، كاين كيما نقولوا ناتس الرجي، كاين سيفود الرجي، كاين ديري الرجي، كاين بزاف. لو كان ما تفهمش ايماجين ما تفهمش واش راه يقول لك، تقدر تقتل واحد عادي، وانا لو كان تقتل واحد سلام عليكم بروبليم خويا عادي عادي. خوتي كيما قالنا خويا عثمان هي بعد انترفيو في مجال الطبخ، يعني سقسك حاجه بيزك، ولكن اهم حاجه انك كي يعطيك حاجه يقول لك وريني واش تعرف تدير. حتى وكان عندك جماعه، حتى وكان عندك ديبلوم، توري له ديبلوم تقول له عندي هذه الشهاده من مش عارف معهد مش عارف في وين في لندن، ولكن يقول لك وري لي واش تعرف تدير، اسكو تعرف ولا ما تعرف. فوالا، ولازم لونجلي ولازم تعرف تفهم واش تعرف. عندنا كثير من الناس راهم يروحوا في مثلا عندنا في الجزائر، واش راهم يديروا؟ يدخلوا يروحوا معهد خاص يشروا ذاك الديبلوم تاع 2 ملايين يعطيهم باللي راهم قاريين على اساس انه يجوا به ويخدموا به. اللي جراني درت لي فيديو هذا ديبلومات غير محترف بها في الامارات. ولا تعملي خويا جمال جامي نكمل خويا اسمح هذه غير قلعوها من رسانكم، يعني تعرف تخدم فوالا ودير ديبلوم. معليش لاخش كاين ناس بزاف عندهم حرفه بصح ما عندهمش ديبلوم. اي فوالا هذيك عادي، المهم تكون تعرف الحاجه اللي عندك ديبلوم فيها. ولازم خويا جمال كي تكون تعرف لازم تعرف تفهم واش تعرف. كي سقسي كان ديكيستيو كيما زعما نقولوا كيما الميتي تاعي، يعني تدخل حسب البوزيشن تاعك عباك بلي كوما تكبر في البوزيشن كوما يتبدلوا لي كيستيون، باسكو المسؤوليه تاعك دوكا ولا كومي ولا سي شاف دو بارتي ولا سينيور شاف ولا يتبدلوا بزاف لي كيستيون على شغل يتبدلوا، ما يقدرش يعطيك دي كيستيون تاع قراد صغير تاع واحد طبق داخل جديد ولا داخل يتعلم ولا عنده اكسبيرينس تاع عام ولا عامين 3 سنين. هذه هي عباره. شكرا خويا. خويا عثمان خويا جمال، اساسيات العمل كطباخ في الامارات، يعني الشروط باش تعمل طباخ في الامارات حتى لو كنت جديد، لانه خاونا نحاوروا مع خاوتنا اللي راهم جايين جدد من الامارات. فيعني شنو الشروط اللي لازم تكون متوفره باش تخدم كطباخ؟ خويا جمال الاساسيات الصح كاع، يعني 50% تاعك هي لازم تكون تعرف تفهم واش تعرف. كي دير مع انترفيو مع واحد لازم شويه لونجلي، ما نقولكش يعني ماناش زايدين في بريتيش ولا، يعني شويه هكا 25% 30% مقبوله. داكور. وسينو ولا ما تعرفش كاع يعني زيرو، كاين دي ريستورون تاع عرب وكاع كاين عرب، ميم سي عرب يقول لك لونجلي، باسكو الخدمه تاعك هنا في الامارات راح تخدم مع ناس بزاف لي ناسيوناليتي، فاهم؟ لازم لونجلي، ما تقدرش تهضر مع بتزيري مع هندي ولا مع فيليبيني ولا، بس ما لازم لونجلي. ميم الكومونيكاسيون مع الستاف اللي تخدم معاه بلونجلي. فوالا هذه هي. يحتاج تكون عندك شهاده ولا ما يكونش عندك؟ لا الشهاده كيما انايا يقول لك سيفي سيفي، وكي تسني الكونتراكت يكتب لك لازم العفايس اللي عطيتهم لي في السيفي تحاسب عليهم. كانوا موجودين شحال جامي انا غير بالسيفي جامي شهد عطوا لي شهاده حتى جامي حتى الدبلوم ولا جامي جامي ديبلوم على ما كاش ما يطلبوكش ديبلوم، يطيبوا لي اكسبيريونس المهم راك واش كاين في يدك واش تعرف دير. واش تعرف دير. شكرا خويا عثمان، واش هي الصعوبات اللي تلاقيتها في هذا المجال؟ خويا موضوعي مجال صفة عامة يعني ماشي غير المجال تاعي ولا لا، في المجال تاعك مجال الطبخ. اوكي مجال الطبخ صعوبات هي كي خويا جا ما تخدم مع ناسيوناليتي واحدة شوية واعرة، ماشي غير المجال تاعي يعني كم المجالات تخدم مع ناسيوناليتي واحدة شغل الشرات ولونغ واحدة ما تفهم والو خويا. التخصص هذا ما تروح صاحبي، كون انت هندي وتخدم مع جزائريين يتشرعوا عليك. اي تشرع عليك جزائريين. هذه هي هذه سنة الحياة، باسكو علاش كي تلقى جنسية واحدة تلقاهم دائما متكاتفين يعني مع بعض متفاهمين. وانت تخاطيهم. وي وي. وعندك صعوبة تاعي انا كي جيت هنا كي جيت نقص في لونجلي، غبنتني شوية لونجلي، باسكو لو كان جيت نعرف لونجلي راح نخدم بقراد طالع على اللي بليت عليه. وعندك يعني شويه سخانه هنا سخانه شويه شفتوا الدومين تاعي يا خويا يا خويا سخانه قلت لك سخانه شفتوا الدومين تاعي مي انا في الدومين تاعي لازم 25 حتى 27 ماكسيمو في الكوزينه لازم فلوتال ولا ريستورون دبري حراره تمبيراتور على خويا جمال الدومين تاعي 27 من 25 27 بابليس سخانه شغل بزاف 27 هي ولا زعما ايا قلت لك خويا جمال انترديت تفوت 28 29 يحاسبوك على موسيباليتي اون تمبيراتش، باسكو كاين عفايس تخليهم تخدم بهم فوق طابله وكاع لازم تكون تمبيراتش مليحه. واش ثاني
هذا ما كان صعوبة تخانة وناسيوناليتي يعني واحدة. الدومين تاعك يعني دومين سهل، ماهوش ما فيش مشاكل كبيرة يعني. ماهيش مشاكل كبار يعني. يعني فوالا فوالا. وانت على لونجلي، عليك وعلى لونجلي. شوفوا خوتي هذا، شوفوا انا تلاقينا هذا وين رانا حكينا على الموضوع، غير دروك حكينا على الموضوع. فوالا. وخويا راه مصمم انه لونجلي بلا لونجلي يعني اللغة. انا قلتها لكم هذا الكلام، قلتها لكم من زمان. لازم. لونجلي هو أهم حاجة. هو البيزك يعني عندك 40% لونجلي في اي حاجه في اي دومين. نزيد لكم حاجه خوتي، كي تجي تعرف غير لونجلي ما عندكش حتى ديبلوم، تخدم تبيع سيلز، باسكو كي يكون عندك لاكسون سوتو لاكسون ولا عندك لونجلي بلاكسون هي مليحه بزاف. اي فوالا هذا ما كان خوتي. بارك الله فيكم خويا عثمان، بارك الله فيك. خويا جمال يا خويا، يا خويا العزيز راك عطيتنا نموذج عن مجال الطبخ. خوتي ما تنسوش ديروا لنا لايك، بيان لايك بيان سور، ديرها هكا ديرها كبيرة كاع. ربي يحفظكم خوتي، كاش نفسكم في هذا المجال ممكن تخلوا لنا في التعليقات ان شاء الله. فوالا فوالا لا كوزين وفوالا. اخويا عثمان راه يجاوب، راه يتابع معنا في القناة، كاش كاين صورة راني نبعثها له هو يجاوبكم في القناة. بداية بارك الله فيكم والسلام عليكم. الله يسلمك، صحيتو، ميرسي بيان.